عليكي هدى، كنت عايز اسالك على حاجه. شايفه لغايه دلوقتي في تعنت من بعض المدارس او النوادي بيقابلك؟ احكي لنا أكيد. شويه، احكي لنا. هي تالي أنا كان نفسي أدربها سباحة، إحنا أعضاء في نادي السكة الحديد، وهما كانوا شايفين إن ما عندناش حد متخصص ليها ومش مستعدين لده، فإحنا عملنا مشاكل كتير عشان ندربها. بس طب أي لعبة تناسبها؟ ما فيش لعبة تناسبها، فكنت بضطر ان انا ادور على نوادي تانية ورحت اماكن بعيدة، بس انا اللي وقفتها لان انا ما قدرتش اكمل. ويمكن برضو قلة خبرتي في الموضوع، معرفش مين متخصص، مين النادي اللي بيدرب حالات زي كده، فجت كلها مع بعضها. وفي المدارس لما جيت اقدم لها في المدرسة برضو احنا لفينا كتير، في مدارس كتير ما قبلتهاش فعلا. يعني الطريق في الاول ما كانش سهل. لا وانت خالص. اصريتي ان انت تتعلمي تعملي ايه وتمشي ازاي. برافو عليكي. وانا كنت حابه ادخلها مدرسه عاديه علشان ما تحسش ان هي مختلفه. يا رب كل فعلا. الامهات طبعا يبقوا زيك يا يا هدى رب. والله يعني.